العميل معنا فرصة التواصل مع بعض إن شاء الله، إن شاء الله تكون سنة كويسة عليكم. آمين يا رب. طبعا تقصد أشعة، فإحنا نقول الأناتومي من منظور إشعاعي، فاهمين يا جماعة؟ أنا شايف إن علشان نعمل ده فإحنا المفروض ناخد فكرة عن الأناتومي عموما، وبعدين كله هيبقى إيه؟ كل جهاز نعرضه أشعة تبقى شكلها إيه؟ هل هنعمل تشويه السنة الجاية أو لا؟ والله ما هوش واضح هيتعمل إيه بالظبط؟ عارفين قرار السنتين طلعوه وبعدين بالنقل فاهمين ازاي؟ اللائحه الماليه لسه ما اتعملتش، حتى الكريكولم ما هواش واضح قوي، هو بيدي لنا عناوين لكن انت بتعمل ايه؟ بنقول مع بعض اللي احنا ايه؟ حابينه. وادينا مع بعض، يعني انا اعتقد اني نعتبر ان التشريح ده حاجه احنا بنقولها مع بعض، يعني ما هياش خاصة بيا بس. أنا هبدأ ونتكلم في التشريح عموما ونقول إن إيه؟ ربنا لما جه يخلق الإنسان عمل له شاسيه زي بالظبط العربية، عمل له شاسيه. الشاسيه ده هو الهيكل العظمي. وقال نركب على الشاسيه شويه اجهزه. الجسم بتاعنا هو عباره عن خمس ست ايه؟ اجهزه. لو احنا هنلاقي عندنا جهاز هضمي وجهاز دوي وجهاز تنفسي وجهاز عصبي، خمس ست اجهزه متركبين على الايه؟ الشاسيه ده. لما جه يركبهم يقوم عاملهم بحيث ان ايه؟ يعني هو الانسان ده اللي اتركب المفروض هيمشي، فاحنا عايزين له طاقه. فيقوم الطاقه عاملها ازاي؟ علشان نعمل طاقه لازم نعمل احتراق في الخلايا. فنقوم عاملين الاحتراق ازاي؟ نقوم واخدين غذاء كربوهيدرات وفات ودهون من الجهاز الهضمي. يوم عمل لنا جهاز هضمي يدينا الغذاء اللي هو الاكسجين الكربوهيدرات والفات والبروتينز، ويقوم مدي عمل لنا جهاز تنفسي ناخد منه الايه؟ الاكسجين. والاثنين دول عايزين نوصلهم للايه؟ للخليه. يقوم عامل لنا جهاز دوري، الجهاز الدوري ده يوصل الحاجتين دول لما الاكسجين يتفاعل مع المواد اللي احنا اكلناها في الجهاز الهضمي وتتولد ايه؟ الطاقه. الطاقه دي هي اللي احنا ايه؟ بنتحرك بيها. ويقوم كل جهاز يتخلص من الفضلات بتاعته، زي العادم بتاع العربيه بالظبط. الجهاز التنفسي الاكسجين ياخد ثاني اكسيد الكربون من الخليه ويطلعه عن طريق الجهاز الايه؟ التنفسي. وفضلات الاكل تطلع عن طريق الجهاز الايه؟ الهضمي. والخليه نفسها الفضلات بتاعتها تطلع عن طريق الجهاز الايه؟ البولي. فاهمين ازاي؟ يعني هو لما جه هو احنا كلنا يعني شايفين قد ايه تركيبة الإنسان وعظمة ربنا في تركيبة أو الخلق بتاعنا. أنا كنت بعمل برنامج على الموضوع ده في رمضان اسمه رأي الله. في حاجات كل حاجة فيها تلاقي فيه عظمة ربنا في الخلقة بتاعتنا. نبدأ إحنا نتكلم على الأجهزة دي، ناخد جهاز جهاز ونبدأ بالجهاز. أنا اخترت النهارده ناخد حاجة ظريفة نتكلم فيها وكلنا ممكن نستوعبها كويس، وهو الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي هو عبارة عن أنبوبة. الأنبوبة دي تقريبا طولها قد
القاع ديت في حدود 9 متر. بتبدا انبوبه من الفم، شايفين قد ايه البساطه في الموضوع، من الفم لحد الايه؟ الشرج. يبدا من الفم لحد الشرج. لما تيجي تفردها تلاقيها 9 متر. فالرحله بتاعه الاكل، اللقمه اللي احنا بناكلها، هي عباره عن ان هي بتمشي التسعة متر دول لحد ما تنزل. وهي نازله وهي ماشيه يقوم يتصب عليها عصارات. فاهمين ازاي؟ تخيلوا اللقمه اللي احنا بناكلها بينزل عليها 7.5 لتر عصاره. يعني تخيل يعني الوجبه اللي بناكلها 7.5 لتر عصاره تنزل عليها تفتتها. لذلك يا جماعه احنا قاعدين بناكل ونقول ده حلو وده وحش وده مر وده حادق، وبنستطعم في الاكل لان الاكل هو متعه من المتع اللي ربنا ادهالنا. لكن في الاخر الفضلات لا تمد للاكل بصدق. مين فينا يقدر يقول هو كان ايه؟ فاهمين ازاي؟ الرحله دي طبعا ما بتنزلش ما بتخلصش من يوم وليله. فاهمين يا جماعه؟ يعني الاكل اللي احنا بناكله النهارده ده قدامه على الاقل حوالي اسبوع علشان يمشي الرحله دي ويطلع ايه؟ بره. بدليل ان احيانا واحده مثلا ابنها يبلع جنينه، فتقوم تقول الولد اخر النهار عايزين نشوف الجنيه اخر النهار، طبعا ما تلاقيهوش. تاني يوم ما تلاقيهوش. تالت يوم فتقول بس ده عمل مشكله، تروح للدكتور. فاهمني ازاي؟ فيقوم قايل لها طب اعملي اشعه شويه تلاقي الايه؟ الجنيه فوق. طيب لا كمان يومين تلاقيه نزل تحت، بعدين طلع فوق. تقول له ده رجع تاني يا دكتور. هو لكن لا، هو بيمشي الايه؟ التسعة متر على بال ما يخرج. ساعات ياخد له من 10 ايام لاسبوعين عشان ايه؟ يطلع بره. هنبدا الرحله مع الوجبه. احنا تحبوا ناخد انجلش ولا عربي ولا فرانكو عربي؟ ناخد الاثنين. ناخد الاثنين. يعني نبدا الرحله بالفن. الفن هو الموضوع مع يعني في برضه عظم الخالق في الفن بتاعنا. الفن يقول لك ان احنا عندنا فن حقيقي ترو ماوس وفولس ماوس. الفولس ماوس اللي هو بتوين الليبس والتيت. فاهمين ازاي؟ الفراغ اللي بين الشفايف والودنتين والاسنان ده اسمه ايه؟ الفولس ماوس، الفم الكاذب. فاهمين ازاي؟ ليه؟ لانه دايما فاضي. وخدوا بالكم كده، لو جه في حاجه تلاقيك ما تتبلهاش. يعني لو دخلت بس وصغير. فاهمين يا جماعه؟ ما بين الايه؟ الشفه فم عليا او سفلى والاسنان تلاقيك ما تتبلهاش. دايما فاضي. فاهمين يا جماعه؟ و ايه التو ماوس اللي هو فيه الايه؟ التانك. اللي هو فيه الايه؟ التانك. ويوم ربنا عامل لنا الاسنان، الاسنان ديت وبرضه حتى الخلقه بتاعتها ما اتعملتش كلها زي بعض. يوم عامل فيه قواطع. فاهمين ازاي؟ وناف. اتفضل. وناف وطواحن اماميه وخلفيه. لو انت حاولت تعمل شغلانه واحده بالثانيه ما بينفعش. فاهمين ازاي؟ القواطع احنا بنقطع بيها. حاولوا كده لو الواحد عنده ضرس بايظ او بيوجعه فابتدى ينضغ بالسنان الاماميه تلاقيه تعبان جدا مش عارف. فاهمين ازاي؟ ما يعرفش. نفس الكلام في القطر، الطواحن برضه صعب. فكل حاجه ربنا عملها بحسابه.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأسنان دي بتبدأ مع الواحد فينا من سن تقريبا من 4-5-6 أشهر، وتكتمل دي الأسنان اللبنية، وبتكتمل في سن 2 سنين. فاهمين؟ دي الأسنان اللبنية، العدد بتاعها 20 سنتم. العدد بتاع الأسنان اللبنية 20 سنتم. يبدأ الطفل الصغير يغير الأسنان دي بأسنان حقيقية من أول 6 سنين، يعني يقعد بالأسنان اللبنية لحد الوقت ده، وبعد كده يبدأ يغير لحد بالأسنان الحقيقية، وبتكتمل بتقوس العقل عند سن من 18-20 سنة. ماشي؟ الأسنان اللبنية 20 سنة 10 في كل فك، والأسنان الحقيقية 16 في كل فك، فهما 32 سنة. بعد الماوس، كفاية كده على الماوس، بنتكلم يعني اوفر فيو عن الماوس. نيجي للفانز. الفانز لقيوا ان ده الجزء المشترك ما بين الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم، بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فقاموا قسمين الفانز لثلاث اجزاء. اول جزء تبع التنفس بس، هو اسمه نيزو فانز، فعلشان ناحيه الايه؟ النوم، فسموه نيزو فانز او البلعوم الانفي. البلعوم الانفي ده هو اللي بعد الانف على طول، ليه اهميه؟ ليه اهميه، وهو اهميته ان تفتح فيه قناه اسمها ايه؟ ستاكيوس او يوستاكيان تيوب. يوستاكيان تيوب ديت ما بين النيزوفاينز والميدل اير. انا اسف معيش ماركر، ده النيزوفاينز. في انبوبه يقولوا عليها يوستاكيان تيوب، دي ما بين النيزوفاينز والميدل اير، الاذن الوسطى. فاهمين؟ احنا عندنا يا جماعه الاذن هي ثلاث ايه؟ اجزاء، اذن خارجيه، ودي ما فيهاش حاجه غير صوان اللوبيول اوف ذا اير ديت، صوان الاذن بتوجه الصوت لجوه، وتيوب بس انبوبه طولها 4 سم لحد، ومسدوده بالايه؟ بالطبقه. يعني المنطقه المفروض مسدوده بالطبقه بعد ايه؟ 4 سم، عشان ما حدش يلعب ايه؟ في ودنه، لاحسن افرض عيل صغير جنبك ابنك ولا بتاع يزق ليك، تلاقي نفسك ايه؟ الدنيا بايظه من حاجه بسيطه. هي نفسها بتضرب الفضلات بتاعتها. احنا عندنا الاذن، عندنا ثلاث اجزاء من الاذن، اذن خارجيه ودي ما فيهاش حاجه، واذن وسطى ودي فيها مجموعه عظام عشان تنقل الصوت، واذن داخليه. الاذن الداخليه دي بتاعت الايه؟ الاتزان، في الايه؟ قوقعه كده للايه؟ للاتزان فيه. فاللي بيخلينا نمشي واحنا متزنين في الايه؟ في المشي بتاعنا. احنا بنحفظ الاتزان بالايه؟ بالاذن الداخليه. والعين كمان، على فكره احنا بنحفظ الاتزان بثلاث حاجات. الاذن الداخليه والعين والقدم. فاهمين ازاي؟ الاذن الداخليه بدليل لو واحد خد بطش الباب تلاقيك وانت قايم على السرير حاسس ان الدنيا ايه؟ مش متزنه معاك. والعين ممكن الواحد وهو بياخد شاور خد بالكم كده لو جه صابون في عينيه غمض تلاقيه هيقع فيقوم يسند، لان بنحفظ اتزاننا بالايه؟ بالنظر. ثالث حاجه وهو البريشر الضغط، لو واحد طالع لقدام يضغط، لو راجع لورا يدوس عشان ايه؟ يظبط ايه؟ نفسه. دول الحاجات اللي ربنا عملها لنا للاتزان بتاعنا. الانبوبه دي واحد شافها اسمه يوستاكيان فسماها على اسمه بيخلد نفسه فسماها يوستاكيان 2، ما بين النيزوفاينز والميدل اير.
طب ايه الوظيفه بتاعتها؟ الوظيفه بتاعتها drainage the secretion of the middle ear، ان بتتخلص من افرازات الاذن الايه؟ الوسطى، الافرازات في الاذن الوسطى تطلع عن طريق الايه؟ الاوستاكيان تيوب على النيزوفاجز. تاني حاجه ايكواليز the pressure on both sides of the drum، يعني بتعادل الضغط الجوي حوالين الايه؟ الطبق. لذلك ساعات تطقطق وانت لو واحد بيتجاوب تلاقي ودنه ايه؟ فقطعت. او ساعات الواحد بيركب طياره يقول لك امدوا لمان عشان نعادل الضغط الجوي حوالين الايه؟ الطبق. يعني مثلا ايه؟ مثلا التيوب من الميد اير لايه؟ النزف مهم الفاكن تيوب في السيرجري، مهمه في الفاكس هي ما بين الميدل اير والنيزو فاكس، الجزء الاول من الفاكس. الوظيفه بتاعتها زي ما اتفقنا اللي هو درينج اوف ذا ميدل اير او التخلص من افرازات الاذن الوسطى. ثاني حاجه ايكواليز ذا بريشر اون بوث سايدز اوف ذا درام او معادله الضغط الجوي حوالين على الايه؟ الناحيتين بتوع الطرف. ده النيزو فاكس. في حاجه ثانيه النيزو فاكس؟ في مش احنا احنا لو عندنا طفل بنعمل له عمليه لوز يقول لك لوز واللحميه؟ اللحميه في النيزو فاكس. يعني اللحميه موجوده في الايه؟ في النيزو فاكس. ده الجزء اللي هو ايه؟ النيزو فاكس اللي خاص بالتنفس. ثاني جزء وهو قدام الفم فسموه او فاكس. فاهمين ازاي؟ تاني جزء اللي هو قدام الفم اللي هو بالبلدي لما الواحد يبقى معاه مرايه وبيتو ويفتح بقه اللي انت شايفه ده الاو فاكس. فاهمين ازاي؟ مفيش فيه الا البلاتاين تونسلز. الاو فاكس البلاتاين تونسلز اللي هي الايه؟ اللوز. فاهمين يا جماعه؟ والجزء الثالث من الفايز وهو ايه؟ لارينجيو فايز اللي هو الايه؟ البلعوم الحنجري. فاهمين؟ البلعوم الحنجري هو مجموعه غضاريف، واحد فيهم تفاحه ادم اللي هي كبيره ديت. فاهمين ازاي؟ وعنديها وعنده برضه وعنده برضه الاحبال الصوتيه اللي لما بيمشي عليها الهواء فايه تبدا ايه تهتز وتعمل الصوت اللي احنا ايه بنصدره. دي ثلاث اجزاء بتاعه الفرس. فاهمين ازاي؟ بتاعه الفرس. خدوا بالكم احنا ماشيين ما ننساش نرجع تاني ونقول ان احنا ماشيين في رحله مع الاكله اللي احنا بناكلها. فاهمين ازاي؟ مع اللقمه اللي احنا بناكلها. في الاسنان في الماوس بينزل افرازات لتر ونص افرازات يومي. لتر ونص صلايبة اللي هو اللعاب. فاهمين ازاي؟ اللعاب احنا ماشيين الانبوبه اللي هي ماشيه 9 متر زي ما اتفقنا بيصب عليها الايه؟ 7 لتر ونص. هنمشي واحده واحده ونشوفهم جم منين. اللعاب دوت بيقوم ربنا عامل لنا ايه؟ غدد سموها الايه؟ الغدد اللعابيه. سليفري جلانز. فاهمين ازاي؟ الانجلش سليفري جلانز. فاهمين ازاي؟ ويقوم عامل لنا 3 pairs of salivary glands. ثلاث ازواج من الغدد الايه؟ اللعابيه. اول واحد الاثنين اللي هنا لو حد في البلد بيقولوا عليها ابو لوكيم اسمعوا عن ابو لوكيم. دول لازم علشان نقول في التهاب في الغده اللعابيه ترفع الوجول اوف ذا اير لان هي ايه؟ موجوده في الحته دي. فاهمين ازاي؟ على المندبل. و
ليها قناة بتطلع الإفرازات بتاعتها في الفورث ماوث، فاهمين ازاي؟ في الفم الايه؟ الكاذب قدام القاطع رقم 2، فاهمين ازاي؟ ليه مكان، ليها مكان القاطع ايه؟ رقم 2، ده أول زوج. تاني بير أو الزوج التاني تحت الايه؟ الفك، يقولوا عليها بالانجلش صب يعني تحت المانديبولا، فاهمين ازاي؟ صب مانديبولا جلاند، ودي زوج. طب يفتح فين؟ في الفلور اوف ذا ماوس، اوبن ان ذا فلور اوف ذا ماوس، في ارضيه الفلور اللي هي الارضيه بتاعت الايه؟ الماوس، فاهمين ازاي؟ ده تاني زوج يصب في الايه؟ في ارضيه الفم. تالت زوج ده تحت الايه؟ اللسان، فيقولوا عليه صب لينجوال، فاهمين يا جماعه؟ صب لينجوال، زوج من الغدد اللحاليه، دول التلات ازواج، باروتيد جلاندز، صب مانديبولار، صب لينجوال، فاهمين ازاي؟ الصب لينجوال تفتح فين؟ في الفي شيب لاين اوف ذا تايم، لما نرفع اللسان بتاعنا، اللسان القاعده بتاعته على شكل حرف الفي، بتفتح ب 15 فتحه على الفي شيب لاين، دول اللي بتوع الغدد اللي تحت الايه؟ اللسان. دول التلات ازواج من الغدد الايه؟ اللعابيه. وظيفتها طبعا ترطيب اللسان والكلام والبلع وهضم المواد البسيطه السكريه، علشان كده لما واحد ساعات يدوخ يقوم قايلين له ايه؟ حط شويه ميه سكر او حط منبسه علشان ايه؟ ياخد طاقه ايه؟ بسرعه. ده بالنسبه لايه؟ اول حاجه بتطلع على ايه؟ دي الغدد اللعابيه، احنا ماشيين واحده واحده مع الاكل. الثلاث ازواج هو الباروتيد جلاند، سب مانديبولار جلاند، سب لينجوال. نسيب الفاينز وننزل للاسوفيس. صوفي جاس دي الأنبوبة، هي مجرد بس أنبوبة عضلية two openings, two curvatures.
حرفين تو كيرفيتشر لسر لقيوا ده قصير فسموه ايه لس او لسر كيرفيتشر والكبير جريتر كيرفيتشر فاهمين ازاي؟ يبقى ادي ايه؟ طول كيرفيتشر تالت حاجة تو سيرفيسز أرتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس يعني من قدام وايه؟ من ورا فاهمين ازاي؟ ده الايه؟ ده شكل الايه؟ الاستومك انا مقسم الاستومك لثلاث اجزاء او جزء اللي اباف الليفل اوف ذا كارديان اورجن زي البنت سميه الايه؟ الاوبر الايه؟ كارفانتس فانتس او الاوبر بالعربي فانتس وبعد كده الجزء اللي بعده بودي واللي بعده ده بيروح على البايلويد اوبننج فايه؟ سموه البايلورس او البايلويد بارت فاهمين ازاي؟ الثلاث ايه؟ اجزاء القبه الجسم الجزء البوابي بالعربي بيقولوا عليه الجزء الايه؟ البوابي لانه بوابه لخروج الايه؟ الاكل المعدة يفضل الأكل فيها دائما يا جماعة المعدة فيها هواء دائما المعدة من الحاجات اللي فيها هواء فلذلك حتى في الأشعات متوقع كده دائما القولون فيه هواء والمعدة فيها هواء فاهمين ازاي؟ لو ما لقيناش تبقى حاجات تانية هنعرضها مع بعض هنشوف حاجات كتير جدا جدا في الأشكال دي ده بالنسبة لإيه؟ للإستوماك الاستومك ديت بتنزل على الاكل حوالي لتر ونص عصارة في اليوم فاهمين يا جماعة؟ لتر ونص العصارة ديت فيها حمض الهيدروكلوريك اللي هو رقم 2 بعد حمض الكافيتيك حمض الكافيتيك اللي هو مية النار فحمض الهيدروكلوريك ده اللي أخف منه سنة يعني بينزل على الأكل قريب من مية النار عشان تنضمه وتفتته لحاجات يعني تتحمر وتشتغل عليه. يفضل الأكل في المعدة حوالي من 4 لـ6 ساعات. وبعد كده يسيب المعدة ويخش في الأمعاء الدقيقة. سمول انتستين. يبقى هيسيب الاستومك ويمشي في ايه؟ في السمول انتستين. معلش انا ابتديت امسح ونعلي الرسمه شويه عشان نجيبها استوي المعدة يا جماعه بتبقى على خط على شكل خط جي جي شي جي شي جي شي و لذلك علشان نعمل تخسيس بنعمل تدبيس معدة في الحياة التانية فاهمين ازاي اللي احنا بنعمله؟ تدبيس المعدة بيبقى عبارة عن تصغير سيجمنت ايه؟ المعدة علشان تبقى جزء صغير وبالتالي لما الواحد ياكل يملى الفراغ بسهولة فيقول لك ايه؟ أنا شبعان. دلوقتي ما بدناش نعمل تدبيس بقى يعني الاحدث هو حاجه اسمها تكميم المعده. تكميم المعده. ما بقيناش نعمله قبل دلوقتي. يبدا بعد ما الاكل يسيب المعده يمشي في الامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه هي عباره عن 3 بارتس. السمول انتستين 3 بارت اول بارت ديودينوم ثاني بارت جيجينوم ثالث بارت ايليا الامعاء الدقيقه طولها حوالي 6 متر احسبوا معانا يا جماعه ال 9 متر اللي احنا قلنا عليهم تقريبا عدى منهم لحد هنا في حدود 75 80 سنتي فاهمين يا جماعه؟ وبعدها نقول متر مثلا
وادي 6 متر معاك دقيقه 7 7 متر او 7 الا حاجات ايه بسيطه. طول الثلاث اجزاء بتاعه الايه الامعاء الدقيق. بالعربي اللي هو الايه الاثنى عشر هم سموه دودينر او اثنى عشر لان هو تقريبا من 10 ل 12 انش. فاهمين يا جماعه؟ تحدود من 10 ل 12 انش. اربع اجزاء، الاربع اجزاء دول 1 انش و2 انش و3 انش و4 انش. فاهمين ازاي؟ اول جزء ده 2 انش، اللي بعديه 4، اللي بعديه 3، اللي بعديه طبعا فوق شويه ده 1. فاهمين ازاي؟ سي شيب، سي شيب بيحكم البنكرياس في الحته ديت، لكن اول جزء في الامعاء الدقيقه وهو ايه؟ الديودينوم او الاثنى عشر 12 انش او 25 سم. خدوا بالك ده رقم 2 في 25. قلنا الوصف اليسري ايه؟ 25. الامعاء اول جزء الديودينوم ده بينزل فيه افرازات من حاجتين، من الكبد ومن البنكرياس. الاثنين بوان اوبننج في السكند بارت اوف ذا دودنوم. فاهمين يا جماعه؟ في السكند بارت اوف ذا دودنوم. بفتحه مشتركه البنكرياس لبنكريات الضغط والليفر في ليه حاجه اسمها هيباتيك ضغط ليفت وايت هيباتيك، وبعد كده بيدي سيستك، وبعدين حاجه اسمها كومان بايل دكت او العامه اللي هي بتنزل ايه؟ بفتحه مشتركه في سي شيب. الليفر بينزل قد ايه؟ حوالي لتر وايه؟ ونص. البنكرياس بينزل حوالي لتر ونص. لحد دلوقتي احنا تقريبا نزل على الاكل في حدود 6 لتر. 6 لتر. ادي اول جزء في الامعاء الدقيق السمول انتستين. تاني جزء ليو فاضي، دايما فاضي، فسموه بالعربي الصائم او الجوجنوم. يبقى اول جزء جوجنوم، تاني جزء جوجنوم، تالت جزء وهو دايما فاضي. الجوجنال دايما فاضي، لا فيه هواء ولا فيه اكل. فاهمين يا جماعه؟ ثالث جزء وهو الايليوم. ثالث جزء اللي هو ايه؟ الايليوم. الثلاثه على بعض جوجنال. احنا قلنا ان هو ايه؟ 25 سم. 6 متر الا ربع، في خمسين منهم جيجنال، وثلاث اخماس اليوم. اليوم الاليوم ده بتاع الامتصاص، يعني الاكل بيمتص في الاليوم. الامعاء الدقيقه بتنزل هي كمان على الاكل وهو ماشي. قد ايه؟ حوالي لتر ونص، يعني حوالي 7 لتر ونص طلعوا لحد ايه؟ الامعاء الدقيقه. طلعوا على الاكل، اتصفوا على الايه؟ الاكل. وزي ما اتفقنا الجوجنم خمسين والاليوم ثلاث ايه؟ خمس.
الإيليوم ده كنا بنعمل زمان معلش أنا أتكلم ناحية الجواحة شوية لأن أنا أساساً إيه في الجواحة كنا بنقبل إيه ما هو الاستفادة هي في حتة إيه داير فكنا ساعات نعمل عمليات التبسيط إن إحنا نشيل متر من الإيليوم فالواحد بياكل وما فيش امتشاص ما بيستفيدش الأكل بس دي طبعاً خلاص إتمان بقت أكليت خلاص ما بقتش إيه ما بقناش نشتغلها من زمان وبقى كل الوقت شغال على المعدة المهنة كده تكميم هم دول اللي كانوا بالوقت قادت إيه الجزئين بتوع يعني شايفين يا جماعة ربنا إحنا بنقول وأنا بتكلم بيقول إن هي إيه 9 متر على الرغم إن إحنا بنقول 9 متر إنما إحنا ممكن نقول إن هي آلاف الأميال تخيل الأكل علشان يمشي بيعدي على آلاف الأميال ليه؟ يوم ربنا عامل طول المعدة أنتوا أكيد بتاكلوا كرش مش كده؟ هتلاقوا زي بالظبط السجادة زي السجادة لما ليه؟ لأن جدار المعدة في حاجة اسمها جدار السطح دوت زي الايه؟ زي السجاده فيه شريان وفيه وريد لامتصاص الاكل فلما يمتص الاكل تخيلوا السطح بتاع الامتصاص يطلع قد ايه؟ احسبه فاهمين ازاي؟ الاف الاميال علشان ايه؟ يمتص مع ان المفروض ايه؟ 9 متر عشان ربنا يزود الامتصاص يعمل البلاي ده وبكده تنتهي الامعاء الايه؟ الدقيقه ادي الثلاث اجزاء بتوع الايه؟ الامعاء الدقيقه. اول جزء ديودينم، ثاني جزء جيجنم، ثالث جزء الايليوم ديودينم 25 سنتيمتر او 12 انش. في 4 بارتس، فيرست بارت على فكره الجزء الاولاني ده مهم في الاشعه لان هو اشهر جزء يحصل فيه كروب. الكوحة يا جماعة دايما تحصل في الليزر تمبريتشر لأن الأكل بيخبط أول ما بينزل هنا وأول ما يطلع هنا بيخبط في الفيرست بارت فدول أشهر مكانين يجي فيهم إيه؟ الليبتيك ألسر فاهمين يا جماعة؟ ديودينم جيجينم إيليام 6 متر فاهمين يا جماعة؟ سموث لاين دي بتاعت المنبار يعني ده اللي احنا بنعمله المنبار سمول تيستن لو واحده ما عندهاش خبره وقابلتها لارج تيستن فتلاقيها الشكل ما هواش ايه يعني طوال كده او ايه المنبار ده الايه الثلاث اجزاء بتوع الايه الامعاء الدقيقه تخلص الامعاء الدقيقه وتبدا الامعاء الايه الغليظه بتبدا في الجانب السفلي الايمن من البطن فاهمين ازاي اللي هو الناحيه ناحيه الايه ازاي اول جزء من الامعاء الغليظه الامعاء الغليظه يا جماعه طولها من متر ونص لمترين احسبوا كده احنا تقريبا قلنا حوالي 7 متر او 7 الا وادي متر ونص او 180 او مترين في حدود ال 9 ايه متر القناه الايه اللي بينزل فيها على الاكل 7.5 لتر افرازات على الوجبه اللي احنا بناكلها لذلك الاكل اللي بيطلع لا يمت فينا ايه للاكل اللي احنا بناكله في الصبح. اول جزء مسدود في الامعاء الايه؟ فلما اتسد قاموا سموه الايه؟ الاعور. بالبلدي نقول عليه ايه؟ اعور او سيكر. فاهمين يا جماعه؟ احنا بنتكلم واحده واحده كل حاجه وليها الاسم بتاعها انجلش وعربي. اول جزء اللي هو السيكم. وعند ارتفاع الايليوم بالسيكم موجود الايه؟ ابندكس. الابندكس. فاهمين يا جماعه؟ ده وبنعتبر الابندكس جزء من الامعاء الايه؟ الغليظه. يبقى اول حاجه الابندكس والسيكم او الاعور ويقوم القولون لافف البطن ايه كلها لذلك اي دكتور عايز يهرب تعال دايما يساله انا عندي ايه؟ يقوم قايل له ايه؟ تفخ القولون فاهمين يا
ازاي؟ لانه لافف البطن كلها و يعني حاجه فيه ما تعرفش ايه بالظبط. على فكره يا جماعه من اسوء الاماكن او الاجهزه في الاشعه هي الجهاز الهضمي. عشان تبقوا ايه فاهمين ازاي؟ الجهاز الهضمي لو تاخدوا بالكم كده احنا بنعمل له ايه؟ حتى المناظير علشان الشغل عشان نعرف الجهاز الهضمي فيه ايه؟ احنا عاملين ايه؟ قبر اندوسكوبي المنظار بتاع الجهاز الايه؟ الهضمي العلوي بيجيب لحد الايه؟ الحته دي الديودينو فاهمين ازاي؟ او المعده بس. وعاملين منظار للايه؟ للقولون بيجيب متر ونص تقريبا فاهمين ازاي؟ متر ونص ومتر يعني مترين ونص وعندنا ستة متر ونص مش عارف ما نعرفش عنهم حاجه خالص. ابتدوا يعملوا كبسوله تسجل الاخبار ايه او شكل بتاع ايه بس ايه مهما كان هي ايه بلايند الجهاز الهضمي بلايند. لذلك دايما المشاكل بتاعته والكانسر يكتشف ليت لان ما بيبقاش معروف قوي فاهمين ازاي؟ حتى الاشعاعات فيه عايزه دقه شويه، عايزه واحد عنده خبره شويه عشان يقول ايه؟ فاهمين ازاي؟ هنشوف اشعاعات قد كده في المنطقه دي. اول جزء زي ما اتفقنا الابندكس والسيكم لانه مقفول اللي هو الاعور وبعد كده القولون يبدا يطلع فقاموا ايه؟ هو اسمه كولو فسموه اسندنج كولو. اسندنج يعني ايه؟ عامل زي الفستونات او اللوبلي اللي هو عامل زي الفستونات فاهمين ازاي؟ اول جزء اللي هو الايه؟ اسندنج كولو. لما يطلع فوق يلاقي الليفر ناحيه الايه؟ اليمين يقوم يلف عند الليفر فقاموا سموا الجزء ده هيباتيك فليكشن او ده كولو رايت كوليك فليكشن او رايت فليكشن زي ما احنا عايزين فاهمين ازاي؟ ده اول الجزء الايه؟ الرابع احنا قلنا ابندكس وقلنا سيكاس استنزف كولو وبعدين يجي عند الليفر ويلف فيعمل هيباتيك فليكشن او رايت كوليك فليكشن يمشي بالعرض فالعرض يعني ترانسفيرس فسموه ترانسفيرس كولو فاهمين ازاي؟ ده دي ترانسفيرس كولو يمشي بالعرض يلاقي الدنيا سد هنا يقوم ايه؟ يحول لما يحول وينزل يلف في الحته دي لقوا ان عند اللفه دي موجود الايه؟ السبلين ده اللي ايه؟ السبلين فسموه ايه؟ سبلينك فليكشن فاهمين يا جماعه؟ سموه سبلينك او ليفت كوليك فليكشن على فكره بتربط كله مره وبعدين يبدا ينزل فسموه ايه؟ زي ما عملنا ده استنى يبقى ده ايه؟ ديسندنج كولو بعد ما ينزل يقوم يدخل الحوض فسموه بلفيك بلفيك كولو فاهمين ازاي؟ وبعد كده ينزل ستريت فسموه ايه؟ هيك مستقيم فاهمين ازاي؟ وبعد كده دول التسعة متر دول التسعة متر لحد فتحة الايه؟ الشرج ويبقى هي دي الامعاء الغليظة اللارج انتستين لارج انتستين كونسيستس اوف 10 بومبس تتكون من 10 اجزاء نقولهم واحدة واحدة ابيتكس سيكم السنين كولو هيباتيك فليكشر ترانسفيرس سبلينيك فليكشر ديستندنج بيرفكت ريكتم ان فاهمين يا جماعه لو احنا جبناهم هنلاقي تقريبا 10 اجزاء وده بيخلينا نقول جزء
مهم جدا. قبل ما ننهي على الجزء اللي انا عايز اقوله، في هنا يقول لك الفرق بين الامعاء الجزئين اللي في الامعاء الدقيقه اللي هو الايه الجوجنا والايه. امسح عشان ايه تبص عليهم كويس. اول واحد اللي هو السايت جوجنا كونكتد تو ديودنا كونكتد ديودنا، وده كونكتد بالسيكم، ده جاي من الديودنا وده رايح للايه السيكم. اللينس زي ما احنا اتفقنا ده ايه شوط خمسين، اما ده ثلاث اثنين. معلش هو هنا اتكتب فيه الثيكنس بتاعه دايما الجشنة سك، فاهمين ازاي؟ سك وفاضي. اما الإيليا فهو رفيع عشان الامتصاص، فاهمين يا جماعة؟ عشان يسهل عملية ايه الامتصاص. الجشنة فاضي امتي دايما وده contains food. على فكرة الاكل في لحد هنا يا جماعة زي ما احنا اتفقنا نازل زائد حوالي 7.5 لتر افرازات على الايه الاكل كيماتيك زي الساليفا صلايفه متر لتر ونص، جاست جوس او افرازات المعده لتر ونص، الهيباتيك جوس لتر ونص، بانكرياتيك جوس لتر ونص، من سمول انتستان لتر ايه ونص. يبقى كلهم على بعض زي ما ايه اتفقنا ده بيتصبوا على الايه الاكل او على الوجبه اللي احنا ايه بناكلها. لما تيجي تقول لي 7.5 لتر يتصبوا على الاكل يخلوا انتوا عارفين يا جماعه زي ما بنضرب حاجه في الخلاط، فاهمين يا جماعه؟ وجبه يتحط عليها يعني ما يوازي 15 ازازه محلول بنصبها عليه، فطبعا بتبقى ايه؟ ميه بالظبط، عامله زي الايه؟ ما تضرب حاجه في الايه؟ في الخلاط. لحد الايليوم، لحد الايليوم وهي ايه؟ بالظبط يا جماعه لما تضرب حاجه في الخلاط وتصبها من فوق كده تبقى زي الميه. لما افتح الهيليوم ميه، بفتح على ايه؟ ميه، فاهمين يا جماعه؟ وعلى فكره الانفكشن بيبقى قليل هنا من الايه؟ الافرازات دي، الافرازات عشان فيها مواد حمضيه بتحمي ان يحصل ايه؟ مايكروبات. نيجي بقى الكولون ايه فايدته؟ بيمص الايه؟ الحاجات دي، الحاجات دي كلها صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم، حاجات مهمه تمتص في الايه؟ في الايه؟ في اللارج ايه؟ التستن. اللتر متر ونص او 200 اكاميين، وتدي القوام اللي ايه؟ الخاص بالايه؟ بالبلاصة. فاهمين يا جماعه؟ ده ملخص كده بالايه؟ للجهاز الهضمي. ناقص اني اتكلم على زي ما اتفقنا احنا في ملحقات للايه؟ للايه؟ للجهاز الهضمي. الملحقات بتاعة الجهاز الهضمي احنا عندنا الليبر، ليبر والسليبة جلانس، احنا اتكلمنا على الليبر، وتاني حاجة الليبر، وتالت حاجة الايه؟ البنكرياس. طب الليبر، الليبر هو أكبر عضو في الإنسان، موجود في الأبر وايت سايد اوف ذا ابدومين، المفروض بيطلع القصارى بتاعته، في قناتين رايت هيباتيك وليفت هيباتيك، علشان هو موجود هنا هو هرمي الشكل، شكله هرمي، فاهمين يا جماعه؟ ليه ليفت لوب ورايت لوب، وطبعا التقسيمه اتفضل. التقسيمه ديت ما بقتش موجوده دلوقتي خالص، من ساعه ما ابتدينا نعمل زرع كبد
والتقسيمة بقت بالبلاد سبلاي بالتغذية بالأوعية الدموية هو ليه بارتس كتير خالص، لكن هو سيمبلي ممكن نقول ان ليه رايت لوب وليفت ايه لوب. الليفت لوب ده اللي احنا بنعمله يا جماعه، احنا بنزرع هنا في مصر كده كبد، زرع الكبد احنا عندنا حرام بيع الاعضاء، يعني دي بتعمل يقول لك حرام بيع الاعضاء، لكن ممكن جدا واحد متبرع يتبرع من هبه الكبد، اخوك والدك والدتك اختك حد من ايه ابنك حد من اقاربك، لكن بيع الاعضاء ايه حرام. ولذلك احنا لما بنعمل زرع للكبد بنعمل زرع جزئي، بناخد الايه الليفت لوب او تبعا للبلاد سبلاي بناخد الجزء اللي بنعمله ايه فدان زرع. ربع الكبد كفايه علينا، لان دايما ربنا وهو بيخلق الحاجه يقوم خلق لنا السبير زي الستيب، فاهمين ازاي؟ كده في واحده اشتغل مكانها، رئه في واحده تاني مكانها، الا في الاعضاء الحيويه، فاهمين يا جماعه؟ الاعضاء الحيويه اللي زي المخ وزي الايه؟ القلب ملهاش ايه؟ بدايل عندنا، لكن كل حاجه وليها ايه؟ سبير او دبل على طول. فالليفر ربع الليفر يشتغل ويبقى زي الفل، فاهمين يا جماعه؟ ويكفي الواحد. فاحنا بناخد الايه الليفت لوب ده اللي احنا بنعمله هنا في مصر، ما عنديناش زرع كامل للايه للليفر، انما بيتعمل هنا كويس في كذا مستشفى بيتعمل فيها، في وادي النيل هنا بيتعمل، اشتغلت انا شويه كده في زرع الكبد وسبته لان محتاج فتره طويله على بال ما الواحد يتعلم. ف عندنا كذا مستشفى حتى ابتدوا يعملوه كمان في الساحل، اعتقد انا سامع ان هو عمل حاله في الساحل، حالات وصلنا 40 حاله، حالات كتير طبعا سنين بقى لنا فتره بيعملوا في الساحل، فاهمين ازاي؟ كان معهد مصر طبعا بيتعمل فيه ومستشفى النيل، كذا مكان بنعمل الزرع الجزئي، لكن الزرع الكامل ما بنعملوش، وان كان قالوا ان هو افضل الزرع الكامل افضل. لذلك الناس اللي معاها فلوس وعايز يعمل ايه ليفر ترانسبلانتيشن يسافر بره. اشهر مكان يعمل ليفر ترانسبلانتيشن كومبليت ليفر ها الصين. الصين دخل في كل حاجه فاهمين ازاي؟ لان عندهم مليار وربع، فاهمين يا جماعه؟ مليار وربع، فعندهم الاعدام كتير، فتلاقي الناس ايه اللي بيعدم ياخد الليفر بتاعه ويبقى جاهز لايه؟ لعمليه الزرع. لذلك السنترز اللي موجوده هناك للزرع تلاقي الناس ماشيه في الطرقه وفيهم مصريين كتير عاملين زرع ايه؟ كومبليت ليفر ترانسبلانتيشن. احنا هنا بنعمل زرع جزئي للكبد. كبد بينزل حوالي لتر ونص من الايه؟ العصاره. لقيت النص من الوصار يقوم تنزل على طول على الاكل؟ لا ما تنزلش على الاكل، تقوم بصوا يا جماعه اول واحده دي اسمها ايه؟ ليفت عشان نحكي ليفت هيباتيك ضغط، ضغط يعني قناه ليفت هيباتيك ضغط. تاني واحدة الناحية اليمين رايت هيباتيك ضغط، الاثنين يتحدوا مع بعض ويعملوا ايه؟ كومان هيباتيك لا كومان هيباتيك مش كومان باتيك كومان هيباتيك ضغط، فاهمين؟ يعني يوم الافرازات اللتر ونص ما ينزلوش على الاكل نوبة واحدة، لا تقوم واخداهم قناة صغيرة اسمها سيستيك ضغط، فاهمين ازاي؟ تودي اللتر ونص على الايه؟ الجول بلدر الايه؟ المراره. تتحوش المراره فايدتها ايه؟ تمص الايه؟ الميه. اللتر ونص يبقى قد ايه؟ 150 سنتي ملي. يعني نقول قد بشو الشاي الصغير كمان.
تخيلوا يا جماعه الكونسنتريشن اللي بيحصل او ايه التركيز. لذلك لو الواحد قعد يرجع كتير وطلع الجوس البيليا الجوس طعمها مر جدا، فاهمين ازاي؟ ولو واحده بتعمل في البيت اكل وسابتها في الفرخه بترميها على طول. من لتر ونص ل 150 سم لحد ما نيجي ناكل تعصر نفسها عشان تنزل الاستفراغات على الايه؟ الكومن باير ضغط على زي ما احنا اتفقنا في السكند بارت اوف ذا ايه؟ دودلون بفتحه اوبننج مشتركه ما بين الليفر والبنكرياس اسمها كومن يعني ضغط مشتركة تفتح في second part of the eight يوم. لذلك حتى أهلينا واحنا كان زمان واحنا بناكل يقول لك ايه ما تشربش مية على الأكل. فالأم سألين احنا ما تشربش ليه مية؟ فيقول لك عشان ما تعملش كرش. مش لاقيين إجابة. فاهمين ازاي؟ إنما الإجابة علشان ما نخففش الأصابع. هو ربنا مركزها عشان تشتغل على الايه؟ على الاكل كويس. فلما تيجي تشرب ميه بتخفف الايه؟ العصاره بترجعها للايه؟ للتر ونص تاني اللي نازل من هنا فبتخفف الايه؟ العصاره فالهضم يعني يعمل شويه عصر ايه؟ هضم. لذلك لما تحصل خصوات في المراره احنا ما بنخليهاش بنشيل الايه؟ المراره من هنا وان شاء الله نبقى نشوف حتى الاوفرزيف رئيس عمليات مراره انا عاملها يعني بالمنظار بس بتشيل الايه؟ المراره وبالتالي اللتر ونص عصاره هينزل على طول على الاكل كاننا شاربين ميه على الاكل وايه يعني؟ ما احنا كلنا بنشرب فاهمين يا جماعه؟ لكن دايما يقولوا طب والواحد ما ياكلش بروتين طب ما ياكلش دهون لا ياكل كل حاجه شيل المراره ما بيعملش ايه مشكله غير يعني شوية عصر في ايه؟ في الهضم شوية. ده بالنسبة لايه؟ طبعا هنا لما بيحصل حصوات هنشوف اشاعات في الحتة دي كتير. بنخاف السمول ستونز اخطر من اللارج ايه؟ علشان ممكن ايه؟ فالسكريشن كأنه واحد داس برجليه على الخرطوم يرد تاني على الليفر يرد تاني على الدم يعمل ايه؟ الصفرا والبراز يطلع ايه؟ لونه فات ابيض فاهمين؟ لان البراز بياخد لونه من البايل بيجمنتس او الايه؟ الخلايا الملونه اللي نازله من الايه؟ من البايل فتلاقي ايه؟ بالعقل كده البراز ينزل فاتح كده يطلع عليه كده والواحد يحصل له ايه؟ صفرة في عينيه زائد ان لما يبقى موجود في الجسم تلاقي الواحد ايه؟ يقرص شويه ليه اعراض تبان على الايه؟ الواحد. طبعا بنخاف من الستون حولنا الموضوع من عمليه مراره بسيطه لان احنا لازم نعمل منظار اي ار سي بي نشيل طبعا تعرفين اي ار سي بي والمناظر بتاعتها نشيل الاول الستون وبعد ما نشيل نستنى الحاله ما الليفر انزيمز تنزل وبعد كده ايه نشيل كل ايه بلاس فاهمين يا جماعه بنخاف طبعا انا لما يجي لي واحد كبير عنده صفرة غير ما واحد صغير عنده صفرة لان الصغير موستلي ستون لكن الكبير موستلي كانسر فاهمين ازاي؟ اشهر لان الانبوبه دي بتتسد يا اما من جوه يا اما من بره ساعات تبقى في مالجنانس هنا يشرس على الايه؟ يعمل بريشر ويوقف في ايه؟ فتعمل ايه؟ نفس الكلام الاشكال دي هنشوفها ايه؟ كتير في الايه؟ في الاكس راي. ده بالنسبه للايه؟ للكلام. الجزء الثالث من الملحقات بتاعه الايه؟ القناه الهضميه هو البنكرياس. البنكرياس وده بيبقى على الـ posterior part of the wall of the abdomen يعني على الجدار الخلفي للايه؟ للبطن.
وبيبقى موجود في حضن السي شيب اوف ذا ديودينوم. فاهمين يا جماعه؟ ليه فور بارتس. قالوا لما دي فور بارتس، اول بارت اللي هو يقولوا عليه الهيد، الهيد، ثاني بارت ذا نيك، ثالث بارت وهو البودي، رابع بارت اللي هو الايه؟ التيل. فاهمين ازاي؟ دي الاربع اجزاء بتاعت الايه؟ البنكرياس. بيفتح برضه دي بنكريات الضغط، بيفتح الايه؟ في برضه فتحه مشتركه مع الكومن هيباتيك الضغط في السكند بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا جودن. فاهمين يا جماعه؟ البنكرياس طبعا تشخيصه من الحاجات اللي صعبه خالص، لكن هو لما بيحصل فيه التهاب لازم بيتعمل حاجه اسمها سيروم اميليز، لازم نلاقيه عالي عشان نشخص ان في بنكرياس ملتهب. البنكرياس دوت بيقولوا عليه من الغدد المشتركه. يعني ايه غده مشتركه؟ ميكسد جلاند. احنا عندنا جلاند ربنا علشان يظبط بتاعتنا الحاجات اللي عملها هو عملها لنا، يقوم عامل جلاندز. فاهمين؟ الجلاندز دي ثلاث انواع، عندنا ثلاث انواع من الجلاندز. فاهمين ازاي؟ اول نوع داكتلس جلاند. داكت يعني قناه، داكتلس يعني بدون قناه، داكتلس جلاند غدد من غير قناه زي الايه؟ ثايرويد جلاند. ثايرويد ملهاش قناه، وبتويتري جلاند ملهاش قناه، سوبرا رينال جلاند اللي هو الغده فوق الثلويه. يعني الغده يخش فيها الدم ياخد الافرازات بتاعتها وايه؟ ويطلع في الدم بره. فاهمين ازاي؟ دي ملهاش ايه؟ اسمها داكتلس جلاند. فاهمين ازاي؟ وغدد ثانيه، نوع من الغدد الثانيه يقولوا عليها داكت جلاند. غدد ذات ايه؟ قناه. فاهمين يا جماعه؟ داكت جلاندز ديت موجود منها برضه كتير عندنا، من لسه احنا كنا بنتكلم في السليفري جلاندز، دي داكت جلاندز. فاهمين ازاي؟ في سيباشيوس جلاند، الفشره بتاعتنا لو الواحد جاب معاه مكبره هنلاقي كلها قصور فتحات لغدد. الغدد دي نوعين، غدد دهنيه، لذلك في الصيف ممكن الواحد يلاقي في دهون على وشه، غدد دهنيه اسمها سيباشيوس جلاند. فاهمين ازاي؟ و سويت جلاند، الغدد الايه؟ العرقيه. فاهمين ازاي؟ دي غده ذات قناه، يعني ادي الجلد اهو ليها قناه، وادي كده فتحه على السطح بتاع الايه؟ ليها ايه؟ ضغط جلاند. فاهمين ازاي؟ يبقى عندنا سليفري جلاند، عندنا سبيشال جلاند، عندنا الغدد السويت جلاند، الغدد العرقيه، دي غدد ذات ايه؟ قناه. وعندنا غدد مشتركه. غدد ذات ايه؟ قناه وملهاش قناه، يعني بتطلع بدون ما تنزل على الايه؟ بقناه، وعندها قناه بتطلع. فاهمين ازاي؟ الغدد اللي هي ملهاش قناه اللي بيقولوا عليها ايه؟ الصماء، بالعربي بيقولوا عليها ايه؟ اللي ملهاش قناه صماء. مشتركه يعني الايه؟ الاثنين ميكسد جلاند. يقولوا عليها ايه؟ ميكسد جلاند. عندنا في الجسم بتاعنا ثلاثه ميكسد جلاند. اول واحد فيهم البنكرياس. البنكرياس ده ميكس جلاند. ايه تاني ميكس جلاند؟ الاوفري. ايه التالت ميكس جلاند؟ التستس. طب ازاي؟ قال لك ان البنكرياس ده بيطلع البنكرياتيك جوس، والبنكرياتيك جوس دي بتطلع فين؟ في قناه تنزل في ايه؟ سكند بارت اوف ذا جلد. فهو ليه قناه؟
فاهمين ازاي؟ فهو ايه؟ ضغط جلاند. At the same time في نفس الوقت بيعدي عليه الضغط ياخد منهم هرمونز. فاهمين ازاي؟ الانسولين والجلوكاجون. الانسولين والجلوكاجون دول ده الثيرموستات بتاع البلاد جلوكوز ليفل. ده زي بالظبط ثيرموستات الحراره بتاع العربيه نفس الكلام. فاهمين ازاي؟ كلنا السكر يغلى يوم الانسولين ايه؟ يطلع ايه؟ ينزله. طيب لو احنا جعانين وما كناش طول النهار نموت؟ لا. يوم يطلع الجلوكاجون يكسر الفات والبروتين عشان ايه؟ لذلك الواحد لما ما بياكلش فبيخس. لكن علشان نولد طاقه لازم ناخد ايه؟ الاكل. ايه الجلوكاجون؟ الجلوكاجون ده هرمون بيطلع من الالفا سيل البنكرياس. في نوعين من السيلز، الفا سيل وبيتا سيل. الفا سيل بتطلع الجلوكاجون والبيتا اللي هي بتطلع الانسولين. فاهمين ازاي؟ في مناطق متبعثره من الايه؟ من البنكرياس. اكتشفها واحد اسمه لاجرهان فسماها على اسمه ايسلاند. ايسلاند يعني جزيره. ايسلاند اوف لانجر ايه؟ جزر لاجرهان. حتى ساعات في المسابقات في التلفزيون يعني لما يبقى في فريقين يقولوا لهم طيب جزر بنكرياس لاجرهان فين؟ اللي يقول في المحيط الاطلنطي، اللي يقول في المحيط اي حته على اعتبار انها جزر. فيقوم يخرج الكلمه يمكن صح الا لو واحد في المجال الطبي ايسلاندز اوف لاجرهانز او جزر لاجرهانز دي موجوده في الايه؟ في البنكرياس. فاهمين ازاي؟ دي بيطلع الانسولين والجلوكاجون لما يخش في الدم ويطلع فهو غده ايه؟ صماء. وبالتالي هو غده ايه؟ ميكسد جلاند. بنكرياس اذا ميكسد جلاند بيطلع بنكرياتيك جوز وبيطلع انسولين وجلوكاجون من الالفا والبيتا سيل اوف ذا بنكرياس. تاني واحده برضه فيهم في الغدد المشتركه احنا عندنا الاوفاي. الاوفاي في الفيميل بيطلع ايه؟ هرمونز الاستروجين والبروجستيرون وبيطلع لبره ايه؟ بقناه اوفر اوفر معلش بيطلع ايه؟ اوفر. فاهمين ازاي؟ ده بالنسبه للايه؟ للاوفر في الايه؟ في الست. في الراجل التستس عشان بيطلع هرمون على الدم على طول اللي هو التستوستيرون وبيطلع الحيوانات المنويه على بقناه لايه؟ لبعض. فهي غده ايه؟ مشتركه. دي الايه؟ الثلاث غدد المشتركه اللي موجوده في الايه؟ قبل ما ننهي الكلام في الانتستين او الدايجستيف سيستم احب نبقى عارفين الفرق من الحاجات المهمه حتى في الاشعه. معلش الاشعه الدايجستيف سيستم من الحاجات الغلسه في الاشعه. فاهمين؟ وتشخيصها غلس. فاهمين ازاي؟ وهو ان احنا نقول الفرق بين السمول انتستين والايه؟ واللارج انتستين. فاهمين يا جماعه؟ اول فرق بين السمول انتستين واللارج انتستين اللينس بتاعها زي ما اتفقنا في 6 متر انما اللارج انتستين من متر ونص لايه؟ لمترين. قول 180 قول متر ونص قول 200 كله هيبقى ماشي. فاهمين يا جماعه؟ ده الايه؟ اللينس بتاعها. ثاني حاجه الوول. الوول سموث في السمول انتستين اما في اللارج انتستين ايريجولار اللي هو الفسفونات اللي احنا كنا ايه رسمينها. طيب وهو جه منين الفسفونات دي؟ جه منين؟ هقول لكم جت ازاي؟ على فكره يا جماعه الانتستين والحركات بتاعت الانتستين من الحاجات اللا اراديه. احنا عندنا العضلات
العضلات في الجسم بتاعنا إرادية ولا إرادية، وعضلة القلب ليها شغل لوحدها. فاهمين ازاي؟ الأمعاء غليظة ودقيقة من الحاجات اللي هي إيه؟ اللا إرادية. فاهمين ازاي؟ و ونوت ريزمك. فاهمين ازاي؟ ريزمك يعني إيه؟ يعني منتظمة، يعني الانقباضات بتاعتها غير منتظمة. فاهمين ازاي؟ الريجولر. لكن الهارت ريزمك منتظم في الايه؟ الضربات ايه؟ بتاعته. فاهمين ازاي؟ وفي اللي هو الايه؟ العضلات الاراديه اللي هو الايه؟ اللي شغاله على العظام وبنتحرك ايه؟ بيها. الحركه بتاعه المعده في حدود 12 حركه في الدقيقه. فاهمين يا جماعه؟ القلب زي ما اتفقنا 60 70، لكن الامعاء بتتحرك حوالي 12 حركه في الايه؟ في الدقيقه. جاي منين؟ ان دي سموث ودي فيها فستونات ايريجولار. القناه الهضميه كلها ماشيه بتو لايرز اوف ماسلز، يعني طبقتين من العضلات. طبقه يعني لو دي كده بتاعت السمول انتستن، وادي الانبوبه بتاعت اللارج انتستن. فاحنا ماشيين بتو لايرز اوف ماسلز. اول واحده سيركلر دائريه، يعني فاهمين يا جماعه موجوده ايه؟ موجود في اللارج، موجوده سيركلر. تاني طبقه من العضلات لونجيتودنال بالطول، ماشيه بالايه؟ بالطول. طيب في اللارج انتستين اتجمعوا العضلات الطوليه، اتجمعت في شرايط ثلاث ايه؟ مجموعات شرايط، عملت الكشكشه زي الستاره اللي بتتعلق وتبقى ايه؟ فيها فستونات، لانها اتجمعت وعملت ايه؟ ثلاث لونجيتودنال ايه؟ ماسل لير. فاهمين يا جماعه؟ لذلك الماسل لير اول اراوند، انما هنا فورمز اوف 3 لونج باندز. فاهمين يا جماعه؟ عشان كده ايه؟ قال لك ان ايه؟ ده اللي بيعمل ايه؟ الفستونات اللي موجوده. المصل ليرز القناه الهضميه كلها موجود فيها طبقتين من العضلات، طبقه دائريه وطبقه بالطول. فاهمين ازاي؟ عشان الانقباض بتاعها. فاهمين؟ الطبقه الدائريه موجوده دائري، طب الطبقه في الطول متوزعه على ايه؟ على الدوران بتاع الايه؟ انتستن. لكن في اللارج انتستن مش متوزعه عليهم كلهم، اتجمعت عملت ثلاث مجموعات فعملت الايه؟ الفستونات، عشان خلاها عشان كده بقت ايه؟ ايريجولار. فاهمين؟ دي سموث ودي ايه؟ ايريجولار. ماسل لير اول اراوند، يعني ده الاثنين دول مرتبطين ببعض يا جماعه. فاهمين؟ الوول هنا قال لك سموث وهنا ايه؟ ايريجولار. هو الايه ايريجولار دي؟ عشان الماسل لير اول اراوند الطوليه طبعا مش الدائريه، اما هنا 3 لونج باندز. فاهمين يا جماعه؟ باندز موجوده ثلاثه بثلاثه باندز، ده اللي خلاها ايه؟ فيها فستونات. الفات، الفات انت لو جبتي سمول انتستن هتلاقيها سموث وفاضيه وما فيهاش اي حاجه، اما اللارج انتستن مع ان الباند اللي موجود فيه عليها ايه؟ فاز مش موجوده في الايه؟ في السمول ايه؟ الجسم. ذلك والواحد وهو بيشتغل لو شديت حاجه اقول ده سمول انزلها، لو انا عايز لارج هعرف الاقي على طول البانس قدامي والفات، اما لو انا بشيل سمول بلاقيها سموث، بيبقى سهل جدا اقوم مدخلها تاني ونشوف اللي انا ايه عايزه.
ده اللي ده ايه الشكل بتاعها. البطس زي ما اتفقنا ان دي 3 بطس ديودينم ريجينم ايليم، فاهمين يا جماعة؟ اما في البطس في اللارج انتستين هم 10 بطس. ناخدهم بالترتيب كده، احنا قلنا السيكم وقلنا الابازكس وبعدين الاثنين استندين كولون 3 رايت باك فليشر 4 ترانسفيرس كولون 5 ليفت هيباتيك سبريندنج فليشر او الليفت كولي فليشر 6 ديسندين كولون 7 بيلف كولون 8 ريكا 9 الى هنا 10. دول ال 10 اجزاء هو الجراف. جهاز الرب الاشعاعات بتاعته مش من الاشعاعات السهله، فاهمين يا جماعه؟ طبعا انتوا عارفين البايو بولو والبايو ميد والحاجات دي من الحاجات الصعبه، وتشخيص الجهاز الهضمي من الحاجات برضه الصعبه في التشخيص، فاهمين ازاي؟ انما في لاند ماركس، في لاند ماركس هنعرفها مع بعض. ايه وانا هتعلمها معاك بايه؟ بالاشعاعات اللي احنا ايه هنعرضها، هنعرض كم من الاشعاعات جامد جدا جدا، ونشوف الايه الفرق بين اللارج انتستين المفروض من الحاجات اللي فيها هواء هي والاستومك، سمول انتستين فاهمين ازاي؟ بيبقى الهواء فيها قليل جدا قليل جدا، لذلك لو انت بتعمل اشعه ولقيت كوليكشن من هواء، الهواء دايما يا جماعه يبان اسود، يعني لو الواحد بياخد اشعه لللنج تلاقي ايه؟ كلها ايه؟ اسود، فيها البرونكو فاسكولار ماركينج اللي هو الايه؟ الاوعيه الدمويه والشعب الهوائيه هي اللي بتعلم فيها ايه؟ وتعمل ايه؟ شكل، لكن هي لونها ايه؟ اسود، الهواء يبان اسود، اما الاورجنز تبان ايه؟ ابيض، فلما تلاقي تجمعات من السواد تعرف ان ده ايه؟ كولون، فاهمين ازاي؟ اما السمول انتستين فتلاقيها ايه؟ سبوتس هواء، فاهمين ازاي؟ للاسف انا معيش اشعاعات دلوقتي، ممكن لما نبقى ايه؟ في اشعاعات عندنا كتير نجيبها البلين اكس راي، او بدل ما نعرضها الداتا شو برضو عندنا في كتير، بحيث ان احنا ايه؟ هتلاقي اللارج نعرفها سمول، ايوه نعرفها سمول واللارج، والستونز امتى نقول ان هي الجول ممكن تتشاف، ممكن، فاهمين يا جماعه؟ والكونجنتال انوماليز بتاعت الايه؟ الجي اي تي كلها برضه ممكن ايه نتكلم فيها، ادينا بناخد فكره مع بعض، فاهمين؟ انما الجي اي تي من الحاجات اللي مش كويسه في الايه؟ في الاشعاعات بتاعتها. انا للاسف مش جاهز النهارده، يعني هنكتفي، انا هستاذنكم اني اكتفي النهارده عشان ظروف يعني الشغل بتاعي، لكن اتمنى ان يكون الكلام يعني قلنا الجهاز بشكل قطعي. ازاي تجيب لي الجزء اللي احنا بنعمله في مصر؟ تعمل ايه؟ انا برضه كلامي الناس اللي بتدرس مصر ولا ايه يعني كده؟ كويس. على فكره يا جماعه ربنا بينزل لتهم، اتفقت؟ الجزء الصغير بينزل لتهم زي بالظبط لما الواحد يشيل كليه، فاهمين يا جماعه؟ لما يشيل كليه الكليه الثانيه المفروض كميه البول لتر ونص تطلعهم في اليوم، لتر ونص، فاهمين يا جماعه؟ فهو بيطلع نفس المعدل بتاع الايه؟ حد ليه اي استفسار في الجهاز الهضمي؟ حضرتك عايزين نعرف بس احنا